بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. بعد أن حذر الله عز وجل من الفتن وأمر عباده المؤمنين أن يتقوا الفتن التي تعم ذويها وغيرهم، واتقاء الفتن بإنكارها وبيان خطرها وإبراز ضررها كما في السنة فيما ذكر في جملة أحاديث في تفسير الآية، فتحذر وتحذر ويحذر منها. ذكر عباده المؤمنين بنعمة الله عليهم، والتذكير بالنعمة واجب لما فيه من الفوائد العظيمة على العبد، إذ أن الغفلة عن النعمة من أسباب سلبها، فالغافل عن النعمة لا يعرف قدرها، ولا يحذر سلبها، ولا يعرف عظم وعواقب نتائج أخذها عنه وبعده عنها إلا بعد أن يقع في المحظور وتتراكم عليه شدائد الأمور. وأنبياء الله ما من عليهم الصلاة والسلام ما من نبي منهم إلا ويذكر قومه النعمة ويحذرهم النقمة، وكتاب الله العزيز مليء بذلك، ومن ذلك هذه الآية: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. فكم في من التذكير لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، لأن الله أنعم على عباده بنعم، إذا تذكروها عرفوا قدرها. تذكير النعمة يفيد السكينة، يفيد شكرها، شكر لله، يفيد الثناء على مشديها سبحانه وتعالى، يفيد محبته، محبة الله عز وجل الذي أنعم بها، يفيد كل من له سبب في حصولها من البشر. يعني شكر كل من له سبب في حصولها، يفيد التعاون على بقائها، يفيد كثرة الدعاء أن لا تسلب، يفيد مزيد الإيمان، يفيد ترابط الإخوان
فيما بينهم المؤمنين، لأنهم على نعمة إذا فرطوا فيها تضرروا. وكما أن نعم الله لا تحصى، ففوائد نعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكذلك أيضا ما يترتب عليها من الفوائد لا يستطاع حصرها. وأجل نعمة على الإطلاق نعمة هذا الدين الإسلام الذي حسد عليه المسلمون من جميع الأشرار، ونعمة السنة، فهي الإسلام والإسلام السنة والسنة الإسلام. وجحود السنة جحود للدين، وكفر برب العالمين، وإنكار لمدلول كتابه المبين. فإن القرآن آمر بالسنة، والسنة مبينة للقرآن، فلا قرآن إلا بسنة، لا يكون إسلام إلا بسنة وقرآن جميعا. فإنكار السنة طعن في النبوة وطعن في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجحود للوحي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي منزلة كما أن القرآن منزل، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة عند عامة المفسرين. ولهذا في مثل هذه الأزمنة تنشأ ناشئة وقبلها يسمون بالقرآنيين لا عناية لهم بالسنة، لا تعظيم لهم للسنة. جميع كتب السنة عندهم مهدرة لا قيمة لها، الصحاح والسنن والمعاجم والأجزاء والمسانيد، لأن مثل هذه الثروة العلمية كلها إهدارها مهانة للدين وتحقير للمسلمين وإضاعة وطعن فيهم وفي دينهم. اليهود لا يستطيعون مثل هذه المكيدة، أن يبعدوا الناس عن دينهم بحجة أن السنة ليست بحجة، ولا النصارى. فهذه المكيدة الشيطانية مكيدة خطيرة على الناس، مكيدة الوقيعة في السنة ونعمة السنة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بما جاء به من كتاب من السنة أطاع الله، ومن لم يكن كذلك فهو متولي معرض. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية إلا بطاعته وأخذ كتابه وسنة نبيه، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولا إيمان إلا بسنته وامتثال أمره واجتناب نهيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أخذ من سنته شيئا وترك شيئا لا يقبل منه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن ترك سنته أو بعض سنته عرض نفسه للفتنة في الدنيا وللعذاب الآليم في الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف هديه وخالف سنته وترك السنة أو بعضها مما ثبت عنه فهو مشاق له، ليس على طريقة المسلمين ولا على دين رب العالمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين كلها كل سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى قيام الساعة، الأخذ بالسنة وتعظيم السنة والعمل بالسنة والحذر من مخالفة السنة وتحري اتباع السنة وتعظيم السنة والعمل بها والبحث عنها والذب عنها وعمن يطعن فيها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وساءت مصيرا. فدين الله كتاب وسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم. وقد نقل ابن حزم في كتابه الإحكام إجماع الأمة على كفر من رد الحديث، يقول يكتفي بالقرآن ويرد الحديث، وأنه راد للقرآن، وأنه جاحد لمدلولات القرآن. فراد السنة راد للقرآن لهذه الأدلة الدالة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم السنة واجب على كل مسلم، ولرب حديث واحد يحفظ الله به الأمة من الفتن. وتعرفون قضية الحسن ومعاوية، أن الحسن رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأخذ بهذه السنة العظيمة وحصل أنه تجافى عن ما يتعلق بأمور الخلافة، واجتمع المسلمون وسلمهم الله من فتنة عظيمة بين أهل الشام والعراق كادت تأكل الأخضر واليابس بسبب تعظيم هذه السنة والعمل بها. وهكذا كل ما حصل من خلاف بين أحد من المسلمين مع أخيه يرجع إلى السنة، إلى الكتاب والسنة كما أمره ربه وتعبده بذلك. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلا فكيف يكون الرد إلى الله وإلى سنة نبيه وإلى الرسول بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وسنته بعده. وهكذا سار المسلمون على هذا، أنهم إذا حصل بينهم شيء يختلفون فيه في أمر الدين رجعوا إلى السنة. فاختلف المسور بن مخرمة، واختلف كذلك مسور بن مخرمة وابن عباس في غسل المحرم، رجعوا إلى السنة وذهبوا يسألون أبا أيوب عن حكم هذه المسألة، أي يغتسل المحرم من على رأسه؟ فقال نعم، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فانتهى الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا واغتسل. واختلفوا في التمتع لمن ساق الهدي أو لمن لم يسق الهدي،
فرجعوا إلى عمران بن حسين وهكذا إلى ابن عمر وأمثال ذلك ويسألونهم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وهكذا ما في أمر يختلفون، ما هناك أمر يختلفون فيه إلا ويرجعون فيه إلى ما أرشدهم ربهم خالقهم إلى نبيهم. نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست معطلة فقط، هو ما جاء فقط بالقرآن، جاء بالقرآن والسنة. هذه المكاتب الزاخرة مليئة بالقرآن والسنة، ما هي فقط بالقرآن. القرآن فيه الهدى والنور، ولكن السنة تبينه، والسنة منزلة، والسنة حكم شرعي، فتنحيتها تنحية للقرآن. قال الله: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي يبين لهم الكتاب بالذكر الذي أنزله عليه من كتاب وسنة بيان. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا بيان للناس. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذا قلت ما هو الذي بينه، قلنا الله أمر بالصلاة، فكم صلاة الظهر عندك في القرآن، وكم صلاة العصر، وكم صلاة المغرب، وكم صلاة العشاء، ما بين ذلك إلا السنة، وإلا صرت جاهلا لا تدري كم هذه الصلاة. وأمر بالزكاة، فكم نصاب الإبل، وكم نصاب الغنم، وكم نصاب البقر والنقدين وسائر ذلك، ما بينته إلا السنة، وإلا صرت جاهلا لا تعرف من دينك شيئا وتتبع الهوى. بينت ذلك السنة. وهكذا سائر ما كان ما دل عليه القرآن عموما أبانته السنة تفصيلا، فإن الله عز وجل أبان كتابه نصا، ومنه ما أحاله إلى نبيه للتدليل على نبوته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس. والمنزل عليه من ربه كتاب وسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإنما الشاهد من ذلك أهمية تعظيم السنة والعمل بها والتحري لها والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كتاب سنة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون السنن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، ويعظمونها تعظيما بليغا، ويؤدونها فرحين بها، فيقال: هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ألف حديث، وهذا روى عنه كذا ألف حديث، وهذا روى عنه كذا كذا مئات من الأحاديث، وهذا روى عنه عشرات الأحاديث. وبذلك يتنافسون في معرفة السنة ونقلها. أكل هذه الجهود جهود النبي صلى الله عليه وسلم، وجهود أصحابه، وجهود التابعين وأتباعهم في نقل السنن وتعظيمها والعمل بها والتحفظ بها من الشر، وبيان كتاب الله بها، فالقرآن يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بالسنة، ويفسر بفهم السلف رضوان الله عليهم. ومع ذلك التفاصيل تفاصيل تجد فيها الرأي، الآراء الشاذة البعيدة. هذه كانت إلماحة إلى أهمية السنة وتعظيمها، وكفر من جحدها بالإجماع، بإجماع المسلمين، وأنه إن قال يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة فقد كفر بدين الله، وكفره كفر أكبر مخرج من الملة حتى ينزع عن قوله
ويتوب إلى الله ويصلح ما أفسد، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعمة من الله، رحمة مهداة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة من الله هذا الكتاب والسنة على العباد، تذكير بها واجب.